بعد سلسلة الهجمات التي نفذتها طائرات حربية تابعة للاحتلال التركي على مناطق بشمال وشرق سوريا، ارتكبت خلالها مجزرة بريف المالكية راح ضحيتها مدنيون. طالبت مجموعة من الحقوقيين والناشطين ومنظمات مجتمع مدني سورية بتدخل دولي عاجل لوقف هجمات الاحتلال على المنطقة. لجنة الحوار العربي الكردي المكونة من مجموعة من المثقفين والأكاديميين والناشطين والحقوقيين ومنظمات مجتمع مدني من العرب والكرد دعت في بيان المجتمع الدولي لاتخاذ موقف ضد هجمات الاحتلال التركي مطابق للقوانين الدولية ومدافع عن حقوق الشعوب وسيادة الدول. البيان الذي وقع عليه عشرات الحقوقيين والناشطين والأكاديميين بينهم مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ومدير مؤسسة كرد بلا حدود كادار بيري، اعتبر أن الاحتلال التركي يختلق الذرائع لشن هجمات على دول الجوار محاولا تصدير أزماته الداخلية التي يعجز عن حلها إلى جانب السعي لتحقيق أحلامه التوسعية. بيان اللجنة طالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل لوقف هجمات الاحتلال التركي وعمليات القصف المتكررة على مناطق شمال سوريا والعراق، والعمل على إقامة منطقة حظر طيران فوقها بغية حماية السكان المدنيين. وبحسب البيان الحقوقي فإن تصريحات الحكومة الأمريكية وتحذيراتها المفاجئة التي دعت خلالها رعاياها لعدم السفر إلى سوريا والعراق هي تعبير عن ضعفها في منع تركيا من شن الهجمات وانتهاك السيادة الدول الأخرى.